يا رسول الله اعذر حالنا، يا حبيب الله اصفع قالنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا اشكالنا. يا رسول الله اعذر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا. يا رسول الله اعذر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا. يا رسول الله اعذر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا. يا رسول الله اعذر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا. يا حبيب الاله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الاله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الاله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الاله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الاله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. فسهل يا الهي كل صعب بحرمتي سيد الابرار سهل. فسهل يا الهي كل صعب بحرمتي سيد الابرار سهل. فسهل يا الهي كل صعب بحرمتي سيد الابرار سهل. فسهل يا الهي كل صعب بحرمتي سيد الابرار سهل. فسهل يا الهي كل صعب بحرمتي. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيراوي. يا شبير يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيراوي. يا شبير يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيراوي. يا شبير يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيراوي. يا شبير يا شبر، يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر، رفع شرك الخيراوي. يا حزرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله الحداد. يا حزرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله الحداد. يا حزرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله الحداد. يا حزرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المداد. يا حزرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني، شيئا لله المداد. مهما محتاج ذو حاجة روى المدد يا غاص يا زم سيدا. محتاج ذو حاجة روى المدد يا غاص يا زم سيدا. محتاج ذو حاجة روى المدد يا غاص يا زم سيدا. محتاج ذو حاجة روى المدد يا غاص يا زم سيدا. محتاج ذو حاجة روى المدد يا غاص يا زم سيدا.
عشق راتي بعدد دار بقى المدد يا غوث اعظم پیر ما عشق راتي بعدد دار بقى المدد يا غوث اعظم پیر ما عشق راتي بعدد دار بقى المدد يا غوث اعظم پیر ما عشق راتي بعدد دار بقى المدد يا غوث اعظم پیر ما مشکلات بعدد دار ما المدد يا يا حضرة شيخ محي الدين مشكل كشا بالخير 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 امدادك امدادك ازبدك غم ازادك دردين دنيا شاد دنيا غوث اعظم تستجير امداد كن امداد كن از بندے غم آزاد كن در دین و دنیا شاد كن يا غوث اعظم تستجير امداد كن امداد كن از بندے غم آزاد كن در دین و دنیا شاد كن يا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا يا حضرة غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرة غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرة غوث اغثنا يا حضرة غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرة غوث اغثنا خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نورا أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نورا أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نورا أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاه جيرا خذ يدي شيئا لله أنت نور طفيل حضرة دستگیر 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 تشمل وزير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم غاري وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرهم من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا
إليك موسى ولا ما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهون لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرواح متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من الرب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليؤذن من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. 5 times.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني. شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد شيخ الجيلاني. سقاني الحب كأسانة الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لؤموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي. فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرتي التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي أشهب كل شيخ وماذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال لي وأطلع لي على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي. فلو ألقيت سري في بحار فصار كل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال فدبت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار خمدت واتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريدي امطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي يطاني رفعة تلك المنالي. تقولي في السماء والأرض دوقت وشاكوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني. نظرت إلى بلاد الله جمعا فخلدانة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من أولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي وما في العلم وقصة
نصري في حبيب جادي في هواجره صيام وفي ظلام الليالي فاللؤالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكما لي نبي يحشمي مكي حجازي هو جدي به نلت المرى لمريدي لا تهر واشف فإني عزوبا قاتبا عند القتال لي على الجيلي محيوني بلقبي وأعلامي على رأس الجبال على الحسري والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر وعبد القادر اسمي وعبد القادر مشهور في وجهتي صاحب العين الكبا لي تقبلني ولا ترد بسؤالي اغثني سيدي انظر بها لي شيئا لله عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي يا غوث المدد 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 يا شيخ حسين الله 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 يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني صلى الله عليك يا Allah, Nabi ka gharana, yeh gharana.
خیر سے تم ہی خیر بڑا ہو تم ہی سید الانبیاء کوئی تم سا Thank you.
میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری حسن سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری